وقت اليوم كتير أسطورية. بس ليش؟ منيح سألتني، لأن بحلقة اليوم صار عندي مزرعة تانية وقدرت أحصل قمح بعرق جبيني من خلال السرقة. وأخيرا وبعد طول انتظار اكتمل بناء قاعة القرية وبدأت ببناء صانع الأدوات. مو بس هيك، قدرت اكتشف مكان حجر الغرانيت الخام ومكان معدن الحديد الخام. لهيك يا غالي، قبل ما نبدأ المغامرة هاي، جيب أكلتك أو مشروبك المفضل، حط لايك لتدعمني واشترك بالقناة، ولا تنسى لا تنسى أبدا تفعيل زر الجرس. وهيا بينا للمغامرة. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية أنت وأهلكم وأحبابكم وكلها تكون. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اللعبة الرائعة بالرايد. عراسي والله الأساطير لك، شكرا لكم من كل قلبي على التعليقات الحلوة اللي عم تتركوا ليها وعلى اللايكات والاشتراكات. خلونا نشوف أصدقائي شو بدنا نطور بهي الحلقة. شوف بس وين الشعب. أول شيء عندنا كله هون تمام، وعندنا هذا العينتين لوبومير الأفندي عم يشتغل بهذا المخيم كويس. خلينا نشوف إنتاج المخيم هذاك. يا الله وين خام النحاس؟ أنا حاطط له معوال. معقول المعولين عنده مع عطلانات؟ ايوه. طب رجع مع المباني. لا والله ما عاطين انه عطلانات. طيب ما مشكله. الزراعه شو وضع الزراعه؟ والله الزراعه شغاله احلى عالم. الشمندر عندي 9، الفجل 22، اللفت 1. يعني في شيء كويس وفي شيء لسه ما له كويس 100%. ما مشكله، عم نشتغل اصدقائي على الزراعه والامور كلها تمام. كان الحلقه الماضيه عم نقول انه لازم نقوي الجيش كتير، لانه شفتوا اخر دعكه دعكونا اياها عوفونا حالنا، بالاضافه للاستكمال بقصه اللعبه. فخلونا هلا، كان في انهيار الاتصالات، تحدث الى كرسيدا مدري ايش اسمه، هي تحدث الى كرسيدا سيميكين هي من بادستو. والله شفنا جوزها اللي مقتول، لا حول ولا قوه الا بالله. مره روح اتحدث معها، هلا صارت الدنيا ليل. هذا كان ناقصه لسه برج القريه اللي عم يتعمر فوق على التل، ما مبين عليكم هلا اصدقائي انه الدنيا ليل. ثواني هيك ما مبين والله الدنيا ليل. ناقصه كان قش، والقش ما عم بعرف اني بدي اجيبه. بس احد الاصدقاء كان عم يقول لي انه هاد تبعيت القمح اللي بلعوني عنده المرة الماضية، انه ممكن اجي اسرق منه. ما خطر، لان رحت لهنيك عمل فيه ابو زيد الهلالي، بتعرفوني يعني اول ما فوت على اي مكان بدي قاتل ابو زيد. فهلا بدروح اسرق بصراحة، يعني استغفر الله العظيم، هذا الشيء اصدقائي ما تساوي. بس انا مضطر اعمل هذا الحكم بهي اللعبة، فبدروح اتسلل على السكيت. شوف اول شيء الانفنتوري تبعي حلو فاضي، حط هدول القصص هون وانطلق لعملية سرقة ليلية. ما بعرف كل مرة لازم اروح لازم اسرق قمح او بعدين بصير بزرعه، ما عندي فكرة. بس هلا متوجه والله لهذا الحقل، تتبع المسار. هيا بنا. هذا هو المعسكر يا شباب، شفتوه؟ هذا المعسكر اللي فيه القمح المشترض انا اجي اسرق منه. ان شاء الله ما يطلع لي حراس، راح فوت اسرق قمح قد ما الله عاطيني من قوه. يعني ما بسرق قد ما الشيطان عم يوسوس لي، راح فوت اسرق. لا الله ما بيعطيني اول استرقه. مو في حراس، مو انه راح اتجاوز الحراس. بس تسلل الموضوع، تسلل تسلل. إذا فتت مثلا من هون، تفرجوا 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 تفرجوا، تعلموا. رد رجع شوي لأني حسيت حدا عم يجي. أرجع شوي لورا، بس هذا هو أصدقائي منظر لا عليكم أحلى. طب بدنا يبعد العينتين، هذا الحارس مفترض هنا عنده نمط معين من الحركة، يعني بيجوا شوي برجعوا ببعده، بيجوا شوي برجعوا ببعده. فممكن بس إذا قربت لهون هيك. شوفوا أصدقائي من هذا المكان إذا دخلت. طبعا لازم العملية تتسم بالسرية الكاملة، ديروا بالكم يكشفوكم. هل أنا ما بعرف أصدقائي هذا تركب اللعبة ولا شو الوضع، بس بقى يعني هي هيك، هذا القمح ما بيتحصل غير بهالطريقة كأنه بأول مرة. شوفوا أخذت لهم المحصول كامل يعني إلا شوي. أصدقائي مخزوني ممتلئ. استغفر الله العظيم، لا تجرب هذا الشيء في المنزل. يعني أصدقائي هذا شيء خطأ، أنا ما نعرف ليش هيك حاطينه باللعبة، إنه أنت حصرا القمح لازم تسرقه سرقة، ما عندي فكرة والله. بس إنه عن جد لازم تسرقه سرقة القمح، يعني ما يعني كثير، لأني طبعا عجزت لأني لاقي قمح، فصرت أقرأ على الإنترنت وعلى اليوتيوب وهون وهون وأبحث إنه كيف يتحصل القمح باللعبة. فلقيت إنه يعني الأجانب اللعبان اللعبة كلهم عاملين نفس الفيلم، كلياتهم رايحين وسارقين القمح. حتى انتوا صرتوا تكتبوا لي بالتعليقات انه في مخزن القمح اللي هنيك تبع الاراضي اللي عم يحرسوها، روح اسرقوا منه. شوفوا مخزني كله قمح. والله بس المال الحرام ما بيدوم، حاسس رح حدا يدقني وشو اسمه ويقتلني. هلا اهم شيء اوصل على البيت بخير وسلامه، هي اهم نقطه عندي هلا. والصباح رباح.
عجبتني الجولات الليلية، السرقة الليلية اسمه. هاي عدنا إلى المنزل بعلامة السفر السريعة اللي جنب قرية بادستو اللي عاملينه، ومعنا قمح لبكرة الصباح. هلا فينا نكتشف دراسة القمح رقيد، رقيد فينا نكتشفه. كان بده حبل وبده قمح، خلونا نتأكد. تذكروا أصدقاء هاي الدراسة كان بده 5 قمح بس، خالصين. هلا حطينا له، والله عاش. هاي الدراسة خلصناها. هلا القفازات والقلنسوة والسترة، كأني أصدقائي هدول بالوقت الحالي ما راح أكتشفون. ليش؟ لأنه بصراحة بدهم أحزمة، وأنا الأحزمة عندي يعني إلهم استخدامات أهم والله، للأسلحة وما أسلحة. فهدولي حاليا راح أجلهم لوقت ما نشوف شلون نظبط موضوع قاعة القرية، وبعدين نقدر نبني هذا صانع الأدوات الملعون هاد عشان نقدر يطلع لنا أحزمة. بس لوقت ما نبني لهاد، نبني طبعا بعد ما يكتمل قاعة القرية ونبني المكتب المتقدم للدراسات للدراسة، بدنا نكتشف هاي. بعد ما نكتشف لهي رح يكون بدنا حديد لحتى نقدر نطالع الحزام. فهلا بيني وبينكم أصدقائي عندي جولة بقى طويلة عريضة بالخريطة لحتى حاول لاقي الحديد وين ما كان، هل هو جنب بلاك جريدج بول أو كراسمير أو هوروندين أو هون ما بعرف شو هون هذا السجن المركزي اللي عاملينه. فبدي روح بصراحة أبحث أصدقائي بالخريطة، راح أصلكم كل هذا الشيء بالمونتاج لأنه راح يكون كتير مشكل بحث بالليل. انتهى بحث الدراسة. لك عاش والله عاش شو أصدقائي، انتهت. شو لسه عندي؟ خلص بالمستوى الأول غالبا ما عاد عندي غير هالكم شغلة بالألبسة، قلتلكم ما راح أسويهم مشان بس موضوع الأحزمة، والبقية خالص. هلا بس نبنى معناته مركز القرية أو قاعة القرية عندي إن شاء الله. بقى راح نبلش فتح بقى بالمستوى الثاني بإذن الله. وأنا لساتي مستمر بطريقي باتجاه الحديد، عم حاول أدور عليه عشان حطكم أصدقائي بالخطة المستقبلية تبعيتي. ناوي أتوغل بهي الأراضي هيك، فحددت هاي النقطة كعلام عشان حاول أجي لعنده وندور هون. راضي سيلفر هوف. ليكو أصدقائي وين صرت؟ ليكو ليكو ليكو. راح باتجاه هورندين. هذا بصراحة أصدقائي السجن لفت لي انتباه إنه شو هيك يعني؟ يعني سجن. هلا كلهم هذول مدن مدن مدن، هذول معسكرات اوكي كلهم نعرفون، الا هاد سجن. فما بعرف صار عندي فضول روح لصوبه. طبعا انا رايح اصلا انه عم دور على الحديد، يعني ما رايح لصوبه تحديدا، بس بطريقي قلت لحالي هذا شق هذاك الطريق انه شوفوا فيني لسه دور بهي المناطق، فيني دور بهي المناطق. بس ما بعتقد طالما انه الحديد شغله مهمه بصراحه هون بده يكون هون، طالما انه شغله مهمه يعني يمكن هو اتقل شغله ممكن احصل عليها كأنه شغلات من الارض. فدائما الشغلات بدك تحصلها من الارض الثقيله بالالعاب عاده بيحطوها ابعد الشيء، يعني بحيث انه ما توصل لك غير بشق الانفس. فهذا الشيء انا عم ساوي له حاليا، ده شو هذا؟ والله معقول يكون هذا الحديد. شوفوا اصدقائي هذا معدن غريب طلع لي، معقول يكون هذا الحديد. تعالوا نشوف شو هذا. طب اكتبوا لنا بس جرانيت. ايوه اصدقائي باللعبه في شغله لسه غير الحديد الجرانيت، انا مالي خبر حتى انه موجود هيك شغله حجر الجرانيت. ايوه والله شغله كويسه والله. طب هذا لازم نعلمه على الخريطة، بس هلأ جايين هدول ثلاثة أوباش لازم أهرب بسرعة قبل ما يجوا. شوفوا أصدقائي هون عش بالقطن، شايفين؟ هذا القطن هون طالع بشكل طبيعي من دون ما أنا أحصده. طبعا أنا جبت بذور القطن فما عاد في داعي حتى أحصده، بس يعني هون شايفين موجود هون. شوفوا وين على الخريطة، هون الجرانيت هون القطن. حلو والله عم نتعلم. تلقوا كل هاي الشغلات النادرة دائما بس بعدوا عن مكان بترسبنوا فيه أولية اللعبة، وبتلاقوا كل شيء بدكم إياه بس بعدوا كتير بعيد. يعني الأراضي سبحان الله ما أحلاها، تفرج فرج ما أحلاها. طلع شيء أرجواني، شيء أصفر، شيء أخضر، شيء برتقالي، مشكل ملونة، مختلف أنواع الورود والحشائش، والله أحلى عالم بربي. شايفين ما أحلى ليك ليكم أحلى المنظر، متعوب عليها والله متعوب عليها. شوفوا هون رديت لقيت غالبا هذا جرانيت صح؟ ستون؟ لا مو ستون، شكل هذا مو ستون، هذا شكله شايفين جرانيت. هون جرانيت كمان، هاي جرانيت، هاي جرانيت. أصدقائي بتعرفوا شو راح أعمل هوني؟ نقطة انتقال سريع، سفر سريع. أوه هونيك في حجر كتير، معقول هونيك يكون في حديد؟ يعني طبيعة الأحوال لازم هون يكون عندي نقطة سفر سريعة. شوفوا قديش بعدت، ضروري هون يكون عندي نقطة سفر سريعة. أنا جايب كل معدات، فبس مجرد إني شو حطها يا معلم هون، طلع القصاص ابنيها، خالصين أصدقائي. لك صار عندي نقطة سفر. طيب شو راح أسوي؟ راح أرجع على بيتي جيب مواد أولية لنقطة سفر جديدة وارجع لهون. ترك. يا أخي نقطة السفر يعني أحسن شغلة باللعبة بربي. شو صار بهذا البيت؟ ليه كل بيت قديش صار مكتمل منه؟ يا إلهي. هلا الدراسة طالما إنها اكتملت يعني تم اكتشافها، بحزر شو راح ساوي؟ راح شو اسمه؟ أنا باخذ شوية أكل طبعاً، اسمي اللي رجعت ورجعت. راح أبنيها أصدقائي للدراسة. شوفوها هي الدراسة، راح أحطها جنب شو اسمه؟ جنب مكان البناء هذا هون هيك.
تعالوا ابنوا يلا يا حلوين يلا 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 هيك ممتاز شباب بالله عليكم هم بسرعة ولو على هذا ولو بسرعة هم على قاعة القرية بالله زبطوناها على اللوحة الخشبي تم الوصول إلى الكمية المستهدفة تبان شو تم الوصول للكمية المستهدفة والله أصدقائي ليكو هون خالص ناقصهم بس قش والله القش ما عم بعرف من بدي جيبه معقول من القمح اللي جبته هلأ والدراسة اللي عملتها بقدر طالع منها قش خلينا نشوف قبل ما أروح كمل بس هنرجع هدول لهون لمكانهم لكو إيش مصنعين ما شاء الله لكم واحد بيعمر انه ما عندهم شغله ولا عم يسوا هاي هي الدراسه اكتملت شوف فيها بس شغله اسمها صنع صنع قش وحبوب ايوه معقول من هون اصدقائي بيطلعوا الحبوب على اخطر الوصفه دعامه الحياه في العصور الوسطى تعمل هذه المحاصيل كاساس الخبز والعصيده وجبات شهيه اخرى وتستخدم بحكمه فالحبوب لا تاتي بسهوله هذه الايام معالج من القمح ايوه طب ما في اداره هي اداره شوفوا اصدقائي بدي قش بس لا قبل القش والله بدي حبوب أنا ما عندي فكرة حبوب شو بيساوي طب أوكي بدي حبوب مثلا 5 وبدي قش كمان 5 شايفين أصدقائي هي الحبوب بدها قمح من القمح بتطلع لنا حبوب عشان نقدر نزرع أيوة معد أنا مضطر أسرق بس أول مرة شوي بعدين بصير بزراع أيوة تعال معلم أصبح ملنا أكتر ليكو بدي عندي أصلا 24 فرح قل له أعطيني 24 حبوب للقمح والقش بدي قل له أعطيني بعدين مثلا شغلت هيك 20 مثل ما لازمني هنيك لازمني هنيك 20 قش والحبوب هاي بدأوا يصنعوها والله عاش والله عاش شايفين أصدقائي على التقدم باللعبة كيف عم بيصير كله عم يشتغل سوا هذيك بإذن الله قاعة القرية راح تنشغل أمورها تمام خلينا نحن نرجع لعملية الاستكشاف البعيدة تبعيتنا أنا عم حاول دائما أمل المواد الأولية هي أملنا الجرانيت هلأ يعني هلأ بس حدا قالنا بدي جرانيت تك صرنا نعرف وين في جرانيت بالسالي الحديد ها بسم الله سافر يا مسافر كانت تطلع هذيك التلة يا رب يكون بقلب حديد يا رب يا رب يا رب والله أصدقائي بتزعلوا لما كل هاي هذا صخر 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 طب شو صار بالدنيا يعني حطوا لكم شوية حديد ولو تخيلين يا جماعة كل هاد كل هاد كله صخور والله توقعت لأي حديد خليني استكمل معناتها الجو اسمه البحث تبعيتي ناوي وصل لهورون دين هيك لهون لازم وصل لهورون دين وحوم حوالي هذا السجن وإذا ما لقيت شي نشوف لو نرجع بلاك جيرد مريت من جنبه ما فيها شيء يعني ما عنده جنبه شيء غالبا جنب هورندين غالبا باخر الدنيا مثل العاده هي العاب السرفايفل صارت معروفه ما عم يفاجئونا شوفوا فوق هنيك في خام القصدير شفتوا صخرتين كبار لخام القصدير ليكو قديش عالم جاي من هون هالطريق والله فزعوني هم اكترون واو لحما كانوا بشوفوا على بعيد كنت تبهدلت بهدله مناجم هامرديل والله اصدقائي مناجم هامرديل هي بده يكون بقلبها معناتها حديد صح هي منطقة اسمها مناجم هامرديل بمنطقة المرتفعات طبعا هلا ليكم ما بالأراضي المنخفضة صحي ما بعرف أصدقائي إذا انتبهتوا على الموضوع ولا لا والله الأراضي المرتفعة ترى شكلها هيك الأعشاب والطريقة هيك فيها أحلى والله ربنا الله كأنه هناك في مدينة معنا ديك هي هورندين كأنه هي هورندين يا شباب إيه والله ليكوها هورندين طب وين الحديد إذا بآخر مدينة باللعبة ما في حديد لكن وين الحديد ايه اصدقائي علامة السفر عند هورندين عم ساويها هون هاي علامة السفر تبع هورندين شوفوا ما احلاها ما فيني اجي على هاي علامة السفر حلو صار يحطوا لي اكس عندي ما فيني اجي عليها كانه برجعت على بيتي بس عشان اخذ العدة الخاصة لانتاج علامات السفر ورد ارجع اطلع لهنيك اخذنا العدة ومنطلقين وهذا الشيء على هلا ما خلاص بسيطة راح يخلص اخري تلقاعة هي تخلص ولو ان عذبتنا كثير بالبناء تعال على هورندين حلو هلا بتجين باتجاه السجن يعني لازم باتجاه السجن بقى نلاقي الحديد لانه ما عاد في ابعد من هيك يعني خلصت الخريطه ليكو قد الصخور من هذا الارتفاع بس ما بعدت فيهم حديد يعني لازم يكون شكل الحديد غير شفت شلون شكل الجرانيت شلون شكل خام القصدير خام النحاس فنفس الشيء الحديد بده هيك يكون شكله يعني مو بشكل الصخر العادي وعلى الخريطه تحت على اليمين الدائريه اذا كان في خام الحديد مفترض طلعوا لي هيك طريقه مختلفه عن المعتاده ما بعرف هذا خامر قصدير على ما يبدو مو حديد صح هذاك العيد كمان خامر قصدير على اليمين خامر قصدير معبي الدنيا الحديد ليش لا هذا هون كله خامر قصدير هذا الاحمر خامر قصدير صخره الحديد صخره ياخ معناها اصدقائنا ملاقي من زمان صخره الحديد بلا خامر قصدير والله شكله مثل خامر قصدير الله يلقي على الشيطان يا ياب يا ياب وانا اشوف خامر قصدير وانا اشوف الحديد لانه خامر قصدير من زمان لك شفته قبل والله شفته قبل لك هيك شفته هون شفته
صخرة الحديد، خلص طقينا الحديد هذا هو. حلو، وين أقرب شارع؟ إيه أقرب شارع، ممتاز قدامي. الشقق الذابلة، الله على المناطق. شايفين أصدقائي عملت علامة سفر هون، هاي لهون عند الحديد، هون عند الإجرانيت، هون عند هورندين، ونقاط السفر الثانية اللي عم بستخدمها بالعادة مشان تنقلاتي. هلا فورا بدي أروح لهون. هلا والله، هلا والله أمنت المعدنين المتبقيين أعتقد باللعبة، الجرانيت والحديد والخام القصدير وخام النحاس كمان عندي. خلاص يعني أعتقد هلا كل شيء عندي. شو لسه ذيك حتى تنبنى؟ لسه بدي 20 قش. طب أنجو النقاش يا شباب، وإنتاج القطن صار شغال عندي عبو جنب ليكو أصدقائي. بالله شو معها أوبل بلاي قش. هلا والله. يا عين، طبعا ما فيني سايق قش صح ولا فيني؟ برجيني صنع قش مثلا، يتطلب الزراعة 3 تبان. الزراعة أصدقائي أنا عندي واحد، والله أنتوا كنتوا دائما تنصحوني طور حالك طور حالك، وأنا ما عم طور حالي، نازل تطوير بالعالم عندي. يلا معاش خلينا نشتغلوا، لازم أبدأ بتطوير حالي. ها طيني الكتب المتبقية، ما فيني أطور حالي ولا بشي من هذول الكتب، شكلهم أعلى من مستواي هذول الكتب. يعني عم ساعد أصدقائي هنا النايمين وأنا عم لم لهم المحصول. يا جماعة مش طبيعي الوضع، لك ما عاد ساع ما عاد ساع، يعني إن كان هاد وإن كان هاد أصدقائي تبعوت المخزون خلص اثنين فل. لازم يكون بيفتحون لنا شيء أتقل بالشو اسمه هون، لازم يكون بيفتحون لنا شيء أتقل. ولا في الحظيرة، وبعدها في مستودع، وبعدها في خزنة القرية. يا ربي دخيلك، خزنة القرية والمستودع والحظيرة بعد المخزون. أصبح هلا أول شغل بدي أبنيه بعد ما سايق قاعة القرية، طبعا بعد صانع الأدوات لازم ساوي الحظيرة، هي مثل إذا شيء مطور عن المخزون. طب خلينا نكمل لمل شو اسمه بالأرض الزراعية. والله مؤقتان شكل بدي ساوي واحد مخصص شو اسمه للخشب. والله أصدقائي بناء على نصيحتكم، يعني أنتوا اللي قلتوا لي إنه ساوي مستودع الخشب، لأنه عن جد ما عم يأدي. لسه لوقت ما يصير هداك المخزون الكبير الخزنة أو الحظيرة لسه كتير. خليني ساوي هذا مخصص فقط للأخشاب. هاي عملت مخزون، هذا رح خصصه فقط للأخشاب فقط حصص الطعام والموارد والمعدات اللي إياها من الموارد. ترك لي جذع وترك لي الخشب واللوحة الخشبي، خالصين يا أصدقائي هيك ممتاز. رح أجيب أنا كمان كل الخشب لهوني هو والجذوع. خفف شوي هذوليك المستودعات شوي هون، رح قالوا يوقفوا طبعا يحطوا أي شيء له علاقة بالخشب أو الجذوع. أرس حطيتهم عندي كل شيء، لوحة خشبي وخشب وجذوع كلهم حطيتهم هون أصدقائي. خففت عن المستودعات كتير لك، وقريب 160-170 طبعا، وكانوا أكتر، كانوا قريب 200-200 وشي، بس مو بنيت هاد فراحوا. لا تسألوا عن العجقة، وحياة عينكم رح سايقون جنب أهل القرية، هناك جنب قاعة القرية رح تكون المنطقة السكنية فقط فوق، هون رح ساي منطقة الزراعية بهذاك الطرف جنب الأرض الزراعية الحالية، وهون رح تكون المنطقة الصناعية، ومنطقة المستودعات رح حطها بالنص هون. يعني هذاك مستودع الطعام خلينا أقول عصف، ولا عندي هلا لهوني أصدقائي رح يكون هون منطقة المستودعات. فلا تزعلوا على الترتيب اللي صاير هلا، شو بدكم فيه كله رح يزبط إن شاء الله. إنه الشاب قاعد منهم بدأوا يتحركوا على الخريطة شايفون، فكويس صح النوم يا شباب، زبطت لكم الأمور بغيابكم يا شباب، بالله عليكم ومع الشغل بالله عليكم. هي الرسالة لازم ناخدها نسلمها. يا الله قديش عندي شغل، قديش عندي شغل بالقصة اللعبة نفسها. واو أحلى اليوم، يوم سعيد، انطلقوا يا أبطال. بالله عليكم استعجلوا بنولي هذاك، بالله عليكم. أي لا توجد موارد كافية مشان يساوي لي قش، شكل بدي أعملي عملية سرقة جديدة أصدقائي للقمح، غالبا حولوهم كلهم لبذور وبدأوا الزراعة، فقش ما عاد عندي. أيوة شمندر، فجل، قطن، قمح، شايفين أصدقائي قمح قمح، شايفين صار ينزرع عندي القمح. أصبح شو لازم أعملي عملية سرقة سريعة، قمح وإجي فريرة. هيني رايح جيب قمح أصدقائي، يلا هيا بينا. استحزروا المرة شو بدي أساوي، بدي أبني نقطة انتقال سريعة هون عندهم، هون عاد الشارع بركي هون إذا بقدر. شان رايح جاي عم بسرق. استغفر الله العظيم على اللوشة هي. هي على بادستو أب سريع يا معلم، كمل طريق من بادستو باتجاه المزرعة القمح. هي علامة سفر ليك، وانا عملت هنا عاملين هيك علامة سفر، انا عملت علامة سفر هيك قدامه، بيجي لهون بشفط قمح وبرجع على البيت. يا الهي، طب ثواني، هذا الطرف دائما هون مليان، ما عم بقدر اخذ منه براحتي، ذاك الطرف افضل كان. يا بس ما يشوفوني انه الدنيا انهار هلا صارت، شافوني لازم اهرب، تبان لازم اهرب بسرعه 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 بسرعه. يا اصدقائي دول سريعين كثير سريعين. الحين معسكر كله خلصت الاستامينا تبعي، ما عاد فيني اطلع بين خطه السفر، شلون بدنا نحلها؟ تركوني اصدقائي. قديش والله سرقت، لسه ما صارت غير 4 محاط، نرد بنرجع. هلا طالما انه الرقد لذاك الطرف لازم هذا الطرف يكون فاضي صح؟ نروح نشوف. هي دجاجة،
يخرب بيتهم ما أكترون إيش، وما عنده شغلة ولا عمل غير إنه يرابوا. تركوا هالحرامي المسكين يسرق له شوي ولو. استغفر الله العظيم، ردوا شافوني. خلص ردوا رجعوا. والله أصدقائي شلون أقدر أسرق؟ معقول بالليل بيكونوا مثلا ما بيشوفوا منيح بعيد؟ هلا عم شوف بعيد إنه الدنيا نهار. بدنا ندبره والله، بدي أجيب أمح، ماني راجع بدون إيش. بدنا ساقعة القرية. أصدقائي عم بخنا الطرف. شكلهم ما راح يشوفوني هون، إن شاء الله ما يشوفوني. إن شاء الله ما يشوفوني، إن شاء الله ما يشوفوني، إن شاء الله ما يشوفوني. أصدقائي الإنفنتوري عندي تقريبا ليكو قديش صار. عجبتني والله هي الدخلة من هون. أصدقائي مخزوني ممتلئ. حلو حلو، عاش عاش عاش. والله أخذت فل 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 أش. أسهل من الزراعة عندي بالأرض سدي ساعة. لا أصدقائي ممزح معكم، لا أنا لازم طالع هذول الحبوب. أبعود أكيد أسهل بكتير إني أزرع. خلاص حاجة من الواحد بيسرق مرة مرتين بس، ما يقضي رايح جاي عم يسرق. والله أنا بس عم بسرق بس مشان قاعة هالقرية هي، يعني ضروري نظبطها. هلأ بوجهي على الدراسي، بوجهي بوجهي على الدراسي بوجهي. شباب جبت لكم قمح، تعالوا أش، تعالوا درسونا يا. أوه قديش بذور، لعن وباركن يا أوباش، تاركين كل البذور ما عم تزرعوها ليش؟ أوه والله زرعوها. والله أصدقائي لك صار هلأ عم يصير عندي أش. واو ثوم شمندر. لا لا صار لازمني مزرعة ثانية، لا لا لازمني مزرعة ثانية قولا واحدا. أنا هيك ما مشي الحال. قلت لكم أصدقائي هون راح تصير الأراضي الزراعية، فالمفترض نعمل مزرعة هون هيك مثلا. هي هون هيك مزرعة اللي ممكن نترك القمح وما قمح، هي هون مزرعة المأكولات وما مأكولات وهيك قصص. شوفوا أصدقائي هي مزرعة ثانية، صار عندنا مزرعتين. هلا المزرعة رقم 2 شوفوا شو راح أساوي. شوفوا شوفوا تفرجوا 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 الإتقان. شوفوا عندي مزرعة واحد ومزرعة 2. المزرعة واحد راح تكون مخصصة للقطن وللقمح، فرح وقف بقلبها كل شيء تاني. لاحظتوا بس قطن وقمح، ما بدي شيء تاني. المزرعة رقم 2 راح تكون مخصصة لكل شيء من عدا القطن ومن عدا القمح. أول شيء الثوم لأنه أهم شيء، ثاني شيء مثلا ممكن البطاطس، اللفت، بعدين الفجل، بعدين الشمندر، بعدين البصل، الميرمية لا، ولا القنب ولا الكتان. بريورتي تبعي ترى أعطيها 2، هذيك واحد، هاي واحد، وينه وينه؟ هاي المزرعة واحد، هاي 2. ممتاز. شلوني معكم أصدقائي؟ بدينكم شلون؟ بدينكم. هلأ ماني متشجع أعمل هي الجامع مياه، لأني بصراحة ما بدي انتقل للبئر. يعني ما بدي تبقى هيك وعم طالع مي بهي الطريقة المتخلفة. شايفين البئر؟ يعني بسهولة أصدقائي فيني يجيب البئر. بسهولة. حبل، حجر، جذع، خشب خام، فورا فيني ادرسه. هو بئر القرية هذول 2، وهذول اتقل الشيء بالمي، يعني بعد ما عاد فيه، وبالتالي ما عاد حتى بحاجة انا لموسم والله الامطار لا تصير، خلص صير عندي المي دائمة. فما راح سهلها جامع المياه، خلص بيشتروا بالمياه اللي عندهم. بس شوفوا ما عاد اسرق ان شاء الله. تعالوا بالله عليكم تعالوا الدراسة. اوه والله طلعوا لي ايش، والله عاش. مين هذا؟ لوسيان. يلا لوسيان بالله عليك بسرعة. كويس هيك يصير عندي شو اسمه، يصير عندي حقلين. كثير تطور والله، مهم انه يصير عندي حقلين. هذا ببقى يعرف يخلص يعلو قلب يا أصدقائي. نظامي علة قلب، نظامي بناء قاعة القرية. يعني أنا ما كنت متخيل لهي الدرجة صعبة بصراحة. هل عمي لي أضف القش؟ عم أضيف القش بس ما عم يمشي الحال. ليكو هذا اللي معي قش، هو هي بدها قش. آه بدها قش بعد ما يشت. آه بدها ينشغل القش أول شيء عن النول، تذكرتها يا ياب على هاللوشة. الله يلعن أبو التعريب بهالطريقة، ما معربينا صح. يعني أصدقائي معربين هذي قش، وهذا الشعر او الخيطان اللي بيطلعوا من القش كمان معربينه قش. ليكو تذكرتوا له هذا، هذا القش بده منه. ايوه هي بدي منه دائما 50 التعبئه ضروري اصدقائي. كل البيوت اللي جايتنا اكيد بدها اش حتى تنشغل اكيد، فعمليه هن من هذا القش بدهن من هذا. هلا والله طير يا اولويه. قش اول شيء هلا صار ينصنع عندي المفترض. شو بده؟ بده بس هذا القش هذاك الثاني. يعني شوفوا هلا اذا جيت شايفين اضفت قش. شايفين اصدقائي قدرت احط قش. هواك بحط اي حاجه في اي حته يعني شو من كان. بس هون اذا بدي ابني انا طبعا ما بعرف اذا بيخليني ابني ولا لا، بدي اداه. يا قديش بدي شغل قاعه القريه ليك، شو عم يسووه ما احلاها. طب مو مشكله والله خلص فهمنا شغله. طيب هلا الشعب باعتبار كلياته عم يشتغل بصراحه، لوبومير ممكن جيبه اذا ما عاد عنده هنيك شغل. خلوني شوف شو وضع معسكر التنقيب هون، التخزين عنده شو وضعه. مطالع لي حجر خام 14، مطالع لي خام النحاس 11، مطالع لي خشب 4. وهو شو عم يسوي حاليا؟ قطع الاشجار، عم يقطع اشجار. طب حجي أنا ما كتير بحاجة قطع الأشجار، بس بالوقت الحالي ما كتير. فشو رأيك شو رأيك لبومير أفندي؟ طالعي 13 جذع والله والله العظيم إنك كفو قسما بالله. تعال يا زلمة خلص حاجتك هون. رح جيبوا أصدقائي للبومير لهون، رح جيبوا من معسكر التنقيب اللي برادفورد. قل له تعال على مستوطنتك تعال. خلص هلا بدي ينتع هلا مشوار أخو فلاتي. شوفوا من وين، من هون
بدي انت مشوار من هون لعندي. الله محيي اصلك لبوميرو، بربي انك اسطوري. في حدا من شعبي عم يروح بعيدان؟ لا، ممتاز ممتاز. طب انا خلوني اصدقائي معناته ارجع شوي لطور القصة بعد ما بدأنا نعمل هذا الحكي، فالمفترض هلا بعد شوي نلاقي قاعة القرية تم بناء او انتهوا منه. خلونا نرجع شوي لطور القصة. سوي شي، خليني اخذ شغلة اكلة لانه فرطت من الجوع. اصدقائي بطور القصة كان في عنا الخدم بادستو، تحدث الى ايميلي في التوار، كان مفترض نروح نتحدث له، وهذا الشيء اللي راح اسويه هلا عشان نكمل بس اللوش اللي عم بتصير. شو عملوا لي؟ قد يعرف بعض القرويين شيئا على الختم الغامض الذي وجدته، لكنني ساحتاج الى كسب ثقتهم اولا. يجب ان اتحدث الى الناس حول الاراضي المنخفضه وارى من يحتاج الى المساعده. هذا بخصوص بادستو، تمام؟ بس اول شيء لازم احكي مع ايميلي فيلتوار اللي هي بهرندين. فانا رايح لهرندين، راح اشوف شو في عندي من هوني مهمه لهرندين. بدي احضر واحد كتب للتاجر عنصر مهم لاوسكار لانسلوت بهرندين. وكويس والله، ممكن هذا الكتاب تذكرته لقيته، أو الأحرى اللي أعطاني إياه صياد الغابة. هذا أصدقائي من الحلقة الماضية أصدقائي، وقت رحت على هذا تبعيت الغابة اللي قطاع الطرق اللي هاجموا العربة، فوقع منه هذا الكتاب، فإجا هذا أخده خلاه معاه. هذا بخص بائع الكتب أوسكار لانسلوت، فبدروح أخذ له. هون كمان في عندي ثلاثة قميص متين لتيودور هيو بهرندين، وعندي أجزاء القافي العنصر مهمة كمان لتيودور هيلو هيو كمان بهرندين. أجزاء القافي أعتقد هون كانت معي كمان، عود عرف بأي مكان حطيته. هلا هاي اسمها أدوات العربة، بصراحة ما بعرف إذا هي أجزاء القافلة اللي قصدوا عليها، بس غالبا هي، لأنه ما لقيت غيرها بصراحة عندي. إن شاء الله يا رب تكون هي هي. وبغينا نتجه لهرندين لأنه قرب الدنيا تصير ليل، وأنا ما بدي تصير الدنيا ليل. روح بسرعة وارجع، بدنا نحكي مع إيميلي ونروح لعند أوسكار لانسلوت. هي بنا، هذا هو أوسكار لانسلوت، خلونا نحكي معاه بائع الكتب، احكي له على العربي هذيك وشو اللي صار معاه. مرحبا، عن التاجر ولا بخصوص الضريح المجاور لفار نورث؟ اي والله صحيح، انا شفت الضريح لفار نورث البعيد بالحلقه الماضيه. هلا اول شيء عن التاجر، اخبرني هل تعرف ما الذي حدث للتاجر؟ اخذه قطاع الطرق قبل 3 ايام، لا احد يعرف ماذا حدث له بعد ذلك، لكني وجدت كتبك. كلمتي، اين وجدتهم؟ الادوات اخذها الناسك الذي كان يمتلكها بالفعل. او افهم، شكرا لك على مساعدتك. يا له من تاجر مسكين، امل الا يعاني اينما اخذوه. هذه مكافاتكم، فضلك ابقى سالما هناك. كتاب المتدرب، متدرب المتدرب، يعني ثلاثة نفس الليفل. خفة، البحث الرماية، أعطينا الخفة معلم. من فضلك ابقى سالما هناك، أنت أيضا. خلصنا أصدقائي لهاد، نروح على عند إيميلي. يا رب ما تلحقتنا يا إيميلي، بالله عليكي صري لك شوي مشاني، الله يوفقك يا إيميلي. بالله عليكي وقفي، بالله عليكي. هلا بتفوت على بيتها بتحط راسها وبتنام، وقفي. ولو لو لو إيميلي. أوه، تذكر ذلك الصياد المجنون بول شيئا ما، قال أحدهم أنه كان يبحث عنك لكنه كان غريبا جدا بشأن ذلك، كما لو أنه لا يريد أحد أن يرى. على أي حال اذهب لرؤيته إذا أردت، قد يكون ذلك مهما. لك يا إيميلي، طب مشان الله عم تعطيني اياهم بالقطارة؟ طب اعطيني اياهم كلها لشيء واحدة. لا اله الا الله، تحدث الى بول فيش بورن الصياد. طيب تمام، متحدث له. خالصين يا جماعة، الدنيا قربت تصير ليل، هذولي خالصين يعني هلا رح يناموا. خليني اروح انا كمان على قريتي. هم اكبرة صارت، اياب ما اكبرة. وعند الصبح ان شاء الله رح نرجع نقضي مهام. حزروا شو بدروا عند هداك اللي بالغابة، الكرافتر الصانع اللي اعطاني اصلا الادوات، واللي اعطاني الادوات او شو اسمه الكتب تبعيت اوسكار لانسلوت. بدي اشوف اذا عم يبيع احزمه اشتري منه كم حزام. بس قبل شيء خليني اتعلم شو اسمه مهاره، شفت الحركه، اعطيني خليني اقرا كويس. خليني اروح على هذا الصانع. ليكو هذا هو الصانع، تذكرتوه يمكن اصدقائي. بدي اجي اذا صار يبيع احزمه اشتري لي حزام من عنده. هذا حلاوته، حتى لو بالليل او بالنهار قمت من اجيته بتلاقيك نايم برا، بتقدر تحكي معه. انا اسف اني عم فيقك، اعطيني شو المتوفر لديك. هاي حزام، عطيني اياه. كل نهار اصدقاء هذا بيساوي حزام، انا بشتري من عنده. كويس، يعني شغله بسيطه لشو اسمه لتحصيل الاحزمه. يلا روح، رجع لنومتك معلم. في رنقع، خلوني اروح عند هذا الصياد احكي معه شوف شو بده. اسمه انه ايميلي فيلتوار، قالت روح احكي معه، وفيني احكي معه حتى لو بالليل لانه هذا يعني بينام برا. ما عليكم صاد سمكه السلمون المرقطه الذهبيه، بدي اعطيني منه قطعه. والله شغله. معلم السلام عليكم يا صيادي. وينه يا صياد؟ أكيد نايم أكيد. وين مدروخ؟ شوفهم بينام. يا الله يا زلمة، أنت أجدب، في حدا بينام هون؟ هو أنت تنظر إلى الرجل اصطاد أخيرا سمكة السلمون المرقط الذهبي الأسطوري، لقد كنت أبحث عن هذا الجمال الزلق منذ زمن. لكن انتظر حتى تسمع ماذا اصطدت به أيضا. حسنا بول، ما هذا الاكتشاف الكبير الذي تتحدث عنه؟ داخل بطن سمكة السلمون المرقط، هل تصدق ذلك؟ وجدت رسالة. أحا، لقد خربش كل شيء بلغة غامضة، لم أرى شيئا كذا في حياتي، لقد جعلني في حيرة مثل سمكة خارج الماء. أوف، أحتاج إلى شخص يمكنه ترجمة هذا لي. هل تعرف أي شخص لديه موهبة في اللغات الغريبة؟ أوسكار لانسلوت بائع الكتب في هرندين، قد يكون أفضل رهان لك، لديه الكثير من المعرفة حول كل شيء. إيه والله أوسكار، أليس كذلك؟ إذا كان ذكيا كما تقول فهو رجل مناسب لهذه المهمة. أنا فضولي مثل سمك السلور حول ما تحتوي هذه الرسالة، هل تمانع في أخذها إليه؟ بالتأكيد سأخذها.
والله أصدقائي حتى أنا صار عندي فضول. والله أنك أرضي والله. قد سمعت أنك تسأل عن ختم، وبما أنك كنت تساعدني كثيرا فقد أردت أن أكافئك ببعض المعلومات. لكن هل يمكننا إبقاء هذه المحادثة بيننا؟ بالطبع. لذا قبل أسابيع قليلة قبل وصولك إلى الأراضي المنخفضة كان هناك مزارع يعيش بالقرب مني، لقد قتل في منتصف الليل، حقق قطاع الطرق لمدة يوم لكنهم قالوا أنه لا يوجد دليل، لذلك تم إسقاطه يعني قتلوه. ذهبت لزيارة العائلة لأقدم لهم التعازي ورأيت رمزا محفورا على الشجرة المقابلة لمنزلهم، اعتقدته أنه أمر غير عادي حتى أتيت تسأل عن ذلك الختم. أيوة، هل لا تزال الشجرة موجودة؟ أنه روح شوف أنا بعيني أصدقائي. هذا الختم اللي كان على العباءة إذا بتتذكروا. طب هل كان للمزارع أي أعداء؟ بالتأكيد ليس في القرى، حبه الجميع، كان رجلا طيبا، كان يبيع منتجات ممتازة. المرة الوحيدة اللي تتحدث فيها بشكل سلبي عن أي شيء كانت عندما كان اللورد أشبورن هو الموضوع. الله لا يوفقك يا لورد أشبورن، شو أنك واحد وبش. بعد وفاته أعطتني زوجته مجموعة كتب، وكان هناك الكثير من المعلومات حول التمرد هناك ونوع الكتب المحظورة في الأراضي المنخفضة، لكن بالتأكيد أشبورن لا يقتل الناس لتعلمهم عن التمرد. هل لاحظت العائلة أي شيء في يوم وقوع الحادث؟ لا، قالوا أن أعمالهم كانت كالمعتاد، استيقظوا وبدأوا العمل. كان مزارع زوجته يعتنيان بالحيوانات بينما كان الأطفال يقطفون المحاصيل. لقد انتهوا من يوم يتناول العشاء واستحموا وذهبوا إلى الفراش. في الصباح تم قطع حرج الفلاح، يعني قطعوا له رقبته. يا لطيف. هل لا تزال الشجرة موجودة؟ في الواقع قطعها حطاب بعد فترة وجيزة، بالتأكيد كانت مجرد مصادفة رغم ذلك. لا والله معلم ما في شيء مصادفة، شكرا لك على المعلومات. يا ياب يا شباب، يا ياب يا ياب يا ياب يا ياب يا ياب، خلينا نقرأ بشكل موسع. لقد قال بول الصياد إن رأى الختم على شجرة خارج منزل المزارع في اليوم التالي لقتل المزارع. قد يصبح هذا التحقيق خطيرا. إيه والله والله رح يصير خطيرة. أبو شوارب صار شيء شو اسمه؟ مخيف والله يا أصدقائي. والله أصدقائي التحقيق عم بيصير كل ما له مخيف أكثر وأكثر. ناس من اللي جيت وإجيت لهم، خليني أخذ شوية قصب النهر. خلاص الله خليني أرجع على البيت أبو سريع. والله يا جماعة القصة كل ما له عم بتصير أغرب وأخطر، كله مربوط ببعضه. بالأخير راس البلا كلها، مين هو أصدقائي؟ اللورد أشبورن. يخرب بيته، يخرب بيتك يا لورد أشبورن. طب خليني أشتغل لي شوي بالزراعة بينما الشعب يقعد من النوم. ما في أعمل صناعة نسج؟ عفوا انسج مثلا أنا القش. يتطلب الزراعة 3. لا ضروري أصدقائي اشتغلوا بالزراعة حتى يتطور مستواي. طلعوا قديش مستواي بالزراعة هلأ؟ 1 للأسف. كنت كل الكتب عم بقري إلى جماعتي، ما كنت عم بسمع نصيحتكم. ما بقري شي كتب لجماعتي خلاص، يعني رح أقريهم طبعا، بس إنه بدي أحاول قدر المستطاع أنا أقرأ أكثر منه. والله كفو، الشعب زارعين هاي الأرض كلها تليكو، عم تنمو أموره كلها ولا بدها أي شغل. طب الارض الثانيه شو وضع مزروعه؟ والله ما في شيء مزروع بهي الارض. طب خليني اروح اجيب لي شويه بذور. جمعك كانه ما عندي بذور الثوم اصلا، يعني بنتبه هيك هون ما عندي اصدقاء بذور الثوم. ايوه لازم نلاقي تبقى بذور الثوم. والله صارت الدنيا ليل، يعني ما بنفسي اصدقاء ينام، بس بنفس الوقت يعني ما في شيء يساوي، ما عندي طلع بذور ابدا للثوم. بدي ممكن اروح على عائله فاميلي، مزرعه فاميلي او هي العائله وينه هذا؟ هذا هون كان في واحد ليكو قريب، اعتقد هاد كوخ العشاب جنب هاي المنطقه، وهذا بالليل بيلتقى قاعد. خلينا نروح لعنده، جيب من عنده بذور ثوم وارجع. هاي البذور اللي عندي، بذور الثوم 0، بذور الفجل 0، والقطن عندي منه كمان 0 البذور تبعيته. طب الثوم ما بيطالع بذور عجب، يعني معقول ولا شلون الفكره؟ يعني كل مره لازم اشتري بذور؟ يا حبيبي والله اذا هيك روح ابو سريع اصدقائي هاد العشاب، جيب بذور ثوم وارجع. يا عشابي الجميل أين أنت؟ والله أنا على وجهك شفت الخير قسما بالله، أنا على وجهك تقدمت اللعبة وأنت لساتك نايم. قوم قوم، أنا آسف عن فيقك. أعطيني بذور ثوم بالسرعة، قلنا باللفت الفجل هاي بذور الثوم. شكي ما عنده غير وحدة؟ أشو بدي أزرع ثوماي أنا وحدة؟ بذور الفجل كمان كان ما عندي، هاي عنده بذور القطن كمان. خلص أصدقائي ما رح أجيب عنده أكتر من هيك، ما بدي أروح ميزانيتي. شوفوا قديش صار كان معي مصاري واشتري واتبحتر وهيك، كلها صارت تروح، يعني صرت اعرف تجار، صرت روح اشتري، صرت كذا، ما عاد اديت المصاري خالص. لازم نعملنا رد ذهبي على المعسكرات اللي حوالينا الاوباش، بس مو لازم نطور حالنا بالاول بالاسلحه. والله لازم نهجم هيك مثل الجدبب، باكل قتل برجع. هلا ممكن روح ازرع بذور الثوم، ضفته، وهون كمان فجل، هون الفجل، وهون الفجل، قطن. خلصين أصدقائي زرعت اللي الله عاني عليه، بدأوا بالنمو كويس. والله هون صار في كتير شو اسمه من هذا القش، بس بدي حدا يشتغلي من هذا القش المجدول. طب تعالوا يا شباب، بالله عليكم تعالوا اشتغلوا. ايه مشكلة، كل واحدة من هاي القش بدها 5 من هدول 13 طلعوا بس 2 للأسف. يلا مو مشكلة، بس لا تقعد هاي ماري غريم هيلت بتساوي لي اياهم.
شو في شغل لسه ممكن ينشغل بالقرية؟ والله ماني عارفان أصدقائي، بس عم بتضزر يطلع الصبح هوني، خلينا نحط لنا شغلة مثلا، خلينا نبلش. آه والله قعدوا من النوم، صح النوم يا شباب. هاي فرن الصهر، جبت له شو اسمه، خام النحاس، جبت له كمان خشب. حلو، شو عم يسايلي هلأ؟ عم ساي واحدة من هدول، حطت له بس قصد، حطت له بس نحاس، عم ساي سبائك نحاس كويسات. حبابين حدا يجي على النساج يشتغل حبابين، وهي ود الدراسة. حلو، عم يشغل على الدراسة، لك عاش والله عاش. ليكو أصدقائنا هذا بدي إياه يشتغل عليه، هاي 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 قد ما بيقدر أنتج بدي إياه أنتج. أنا 20 يا زلمة، طالع لي 50 يا زلمة، بدي إياك تقش قش الدنيا. مش كما عاد في قمح، لازم نروح نجيب له قمح من هون. إذا ما في ممكن نروح نسرق حتى ما نستنى الموسم ليطلع. يا باطل ما عندنا قمح. أصدقائي بنروح نسرق. أنا ليش عملت أصلا تبعية السفر هناك؟ مشان هالشغلة دفعنا حقها. دفعنا حقها 150 نقطة تأثير مشان هالشغلة بس. ها؟ جينا. نفس المكان من شوي، كتير عجبني المكان اللي أخذت منه، كتير كان مرتب والله. تاخدوا كأنه الحقل الكون، ديروا بالكم طبعا يجوا، بس ما غالبا هون ما عم يجوا، ما بعرف ليش والله شكلهم جايين. لك روم انه عندي يا زئب الوبش، نحن وبرك روحوا لك تلتوا للزئب أصدقائي. كما فيني أخذ شيء، سكبلي الأكل هون. حلو 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 حلو، ممتاز. حضرت لهم قمح أصدقائي، رديت. هذا الزئب شكله من زمان حاططني براسه، كل شيء بيجي بدي اخذ من هون الزئب بيجي بيطقني، بشو اسمه بيطلع علي وبيتزاورني، انا بعمل حالي ماني شايفه. هالمره هجم علي خلاص، قال اذا ودت بقى يا زلمه يا خلاص بقى. خليني اروح بسرعه احط له الدراسه. يلا تعالوا تعالوا اشتغلوا اشتغلوا، يستر على عرضكم. رايح ارجع اسرق مره ثانيه، بدي اقضي اصدقائي رايح جاي عم بسرق امح، بدي مركز دقاعه القريه يطلع. لسه مبدأ اصدقائي خمسه اش، انا جايب معي كم وحده؟ جايب معي أربعة، لسه بدي واحدة أشي بس بنتهي. يا إلهي، يعني والله يا جماعة من دون مبالغة يمكن صرت رايح لهون يمكن شي خمس مرات رايح جاي لك، شبعت شبعت سرقهم، شبعت سرق منه الأش. لسه إنتاج الأش إذا بدي اعتمد على حالي لسه مطول، كتير مطول، كتير حطت لهم أش. وين تفرجوا قديش عنه اللي عندهم دراسة، أو عفوا مو دراسة، حياكة. تفرجوا بس بفرجيكم قديش صرت شو اسمه جايب لهم 32، وقديش عندهم هنيك. طبعا هذا اللي عم يشتغلوا طول الوقت، اللي عم يشتغلوا هيك بدأ الدنيا تلج، أحلى تلج. هون عندهم 57، تخيلين أصدقائي قديش سارق. يا الله قديش اشتغلت. حلو فجل، هات فجل، هات هات فجل. ليكو هذولي ما بيطلعوا بذور، كأنه بس محصول نفسه يعني، أنا كل مرة مضطر اشتري كأنه فجل، مو مشكلة. واو شلون الأراضي صارت يا إلهي. خليني اروح هذاك قبل الادوات اذا بكون لسه وفر لي اداه جديده ولا لا. شو عناصر متوفر عندك؟ حزام اعطيني اياه. الله معك طير. هالبساطة اصدقائي، كلنا بروح بجيب من عنده حزام برد برجع على البيت. خليني اقرا كمان كتاب بخفه الحركه. حلو، خلص كتاب ببدا بكتاب على السريع اصدقائي على السريع. طيب والله ما في ولا شيء ساوي خالص، يعني القمح هون عم يطلع وهنيك كمان. طبعا اصدقائي راح تتفاجئوا ليش ما زرعت قمح، قلت لكم لاني مكسور كثير على القمح وما عندي اصلا بذور ثانيه، يعني ما عندي بذور شمندر او فجل او شيء حتى ازرعه. فاول شيء زرعت هذول البذور كلها، بعدين بدرت الارض هون كلها تبقى قمح، وهنيك كمان كلها تبقى قمح، ومساوي كل شيء ممكن ساوي يعني. يعني للاسف لو عندي شوي بالصناعه لفلي عالي كنت انا صنعت هذا، بس انا لفلي بالصناعه ما كتير عالي، فللاسف ما فيني اشتغله. معناها ما قدامي غير اني شو نام عشان يصير الصبح وبسرعه اقعد واشتغل مع الشعب. خلينا نام بسرعه، صرنا زمان ما نمت، قلت لي مو لازم نام، ففعليا ما عم نام، صرت اشتغل بالليل. اليوم 63، يا إلهي صباح الخير يا سادة. يلا بالله عليكم نشتغلوا شباب، بالله عليكم بسرعة. فرجيني الدراسة خلصت، إيش كمان لسه ما خلصت؟ ليكو لسه قديش قدامه شغل. طبعا غالبا ما راح ألزمني هيك، فخليني أخذ لي كم أمحاي بس مشان أوفي هاي المهمة أصدقائي. شفتوا إيجاد حقل القمح، أحضر لفرديناند جوبرت بادستو خمسة أمح. فخلوني بسرعة أروح زدت لهم وأرجع بسرعة بسرعة فورا جنب بادستو فورا، ولا أحلى من هيك بربي. هاي بادستو بالشتوية بالتلج وفي المهمة أبو سريع. فرديناند جوبرت، نعم، حول القش الذي طلبته مني، هل أحضرته؟ لقد تمكنت من جمع القمح لك، لكن يجب أن أقول لم يكن الأمر سهلا. هؤلاء قطاع الطرق يتربصون حول كل زاوية بالقرب من تلك الحقول. أنت شجاع، شكرا لك على اتخاذ هذه الخطوة. قل لي لماذا لا يفعل اللصوص شيئا بشأن هؤلاء قطاع الطرق وناس اللوردات، أليس كذلك؟ لقد رأيت الفئران تعمل أكثر منهم، ما لم يؤثر عليهم بشكل مباشر فإنهم لا يريدون سماع أي شيء عن ذلك. إلى جانب ذلك فإن أولئك الذين سرقتهم كانوا جزءا من شركتهم. هل هناك أي شيء آخر يمكنني فعله للمساعدة؟ أود أن أقول لا، لكنني أقدر هذه اللفتة، لقد كنت بطلا مرة أخرى، إليك القليل من المتاعب، من فضلك خذ واحدة من هذه، لقد كنت عونا كبيرا لي.
أعطيني الحرفي بالزراعة ولا بالحصاد. والله بدي بالزراعة. اختيار جيد. ده كان من دواعي سروري. لك عاش 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 عاش. فيني أقرأ شيء؟ ما فيني، ما مشكلة. مين هي أصدقائي؟ كان بدي منا هي بدي أحكي مع كيرسيدا سيمكين عن زوجة القروي اللي كان مسدود بالحقل بالحلقة الماضية. تحية أيها الزميل. عن زوجك هل لديك أنا أخبار عن زوجي؟ لقد تأخرت كثيرا، لقد قتلهم الذئاب، لقد وجدت فقط قطاع الطرق الذين حاولوا نهب جثثهم لكنني اعتنيت بهم. زوج أختي أيضا؟ نعم، أنا آسف جدا، كل هذا بسبب شجار غبي لم يكن يجب أن أتركه يذهب. لكنك تستحق مكافأة، اختر ما تريد. كتاب المبتدئين واثنين للدروع. أوف أوف أوف، كتابين أصدقائي، كتاب القوة وكتاب الدروع، ولا كتاب خفة الحركة والرماية. والله بدي القوة. من فضلك اتركني وحدي الآن. يا حرام بدي أزعل. أفهم، سأتركك لتبكي في سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة أصدقائي، والله صعبة والله. زوجة مات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا قديش في عالم بدون مني مهام. بادستو ملاحظين؟ مش هذا اللعبة مش طبيعية، قديش فيها شغل مش طبيعية. أصدقائي اللي بده يشتغل دوام تاني بيدخل هاي اللعبة نظامي بعد بيشتغل. والله بعد بيشتغل مثل العادة. أنت بناء قاعة القرية. قال لي هذا نعم مارك ثولي. أصدقائي لك وأنت بناء قاعة القرية. رايح هنيك بسرعة. بخصوص الأدوات التي طلبتها أرسلني تيودور هي وللتحقق من أجزاء القافلة. حسن لقد أتيت، لكن لأنني كنت أواجه بعض المشكلات يمكن الاستفادة من يرض إضافية. جاءني قطاع الطرق اللعينون وطلبوا بقوسين مني إصلاح دروعهم لهم. أنا نجار اللعنة وليس حدادا، لكن محاولة استخدام المنطق معهم مثل محاولة تعامل الخنزير القراءة. لهذا السبب تأخرت أجزاء تيودور كثيرا. حسنا أخبرني ما تحتاجه، أنا سعيد أني عن نفس الصفحة. لا تقلق، سأعطيك بعض العملات مقابل جهودك. أحتاج جذعين خشبيين وحبلين بسيطين، لا ينبغي أن يكون الأمر صعبا للغاية. بسهولة. أوكي خلاص، ما تأكل هم معلم. أصدقاء بدي أروح أشوف تبعية القرية، كثير متحمسة والله. ما عاد بدي أكمل هالمهمة، بدي أشوف قاعة القرية، أنه صار عندي قاعة قرية. علامة السفر، شوفوا قاعة القرية أصدقائي تبعيتي. وشوفوا قاعة القرية ليل ليل، وصار عنا قاعة قرية. هلا هلا. هلا أنا بدي أفتح شيخ القبيلة أصدقائي هون. خلاص بدي صير لوقف هوني، وبتجوا أنتوا بتدخلوا على اللعبة بتجوا بتلاقوني واقف هون تمام جنب هرندين، واقف هيك هون عم وقف الكون هيك. والشيخ ملك الألعاب تفضل، أحتاج إلى معروف وبعد أعطيكم معلومات أنا. والله عاش ليكو، مكتب الأبحاث المتقدم بتلاقوا وين؟ بقلب قاعة القبيلة. إف واو. هلا بقى ايش صار فيني بقى ادرس الشغلات بقى تقول الصعبه الحانق وين صانع الادوات مشان الله. قولوا انسوا هذول ليكم القديمات، منحل حظيره قبو طعام كوخ البحث عن الطعام حطاب حان صانع الادوات مشان الله. يا شباب هذا ابحثوا لي اياه، بده حبل بسيط وبده 5 جذوع الشجر. فريره فريره فريره. اوه عندي 21 27. يا الله عم بتجبر، انا عم بتجبر والله. هذول المهمات بضيهم بعدين. هلا شلي كل شيء شلي كل شيء، بدي بس جذوع الشجر. ما عاد ساعة والله. هذا لك أخذ جذع شجار، وأنا أخذ معي 3. حلو صاروا 4، لسه بده واحدة. جميل شايفين لسه بده 2. هذا جاب واحدة لسه واحد. بسرعة وبصير عندي صانع الأدوات دخيل الله. خليني بقى أطور شوي أسلحتي ولو حاجة. لسه الأسلحة أبو كلب لهلا. شوفوا أصدقائي هذا اللي عم بدرسه هلا أنا. هي قاعة القرية وطلع مع هذا المكتب بشكل أوتوماتيكي. هاي صانع الأدوات مشان شو صير أطلع أدوات ليك. وهون قوس قصير من خشب التقصوص، أسهم برونزية، وهون ترس الدائري. يا الله والخوذة أصدقائي، صانع الأدوات رح يخرب الدنيا. بليكم فأس فاخر، ليكم فأس معركة ثقيل. وهوني أكتر شي سيف طويل، يعني هاد صانع الأدوات واللي بصنع لي كل هاي القصاص. لذلك أنا تلاقيتوني أول شي كبست عليه صانع الأدوات، لأنه كتير مقروق منه كتير. طبعا رح يكونوا بالمنطقة الصناعية هون على اليمين، رح أصنعه رح أحطه بإذن الله. حثي يستر على عرضك، بدي صانع الأدوات أبسريع. ها خالصين لازم يصير للمية بالمية لازم. إذا بتلاحظوا تبعوت الليفل 2 أصدقائي كلاتهم بدهم وقت طويل، ليكو 4 دقائق 4 دقائق 3 دقائق، يعني هيك كلهم صاروا وقت طويل، بطل وقت قصير. ليكو صار في منزل وقاعة المدينة هي المتطور لسه الليفل أعلى. بدي جلد خام ولوح خشبي وطين وجذع. بقى الجلد الخام أكيد هذا شغلة ملعونة بدها كتير صعب لحتى نطالعه، لأنه الجذع واللوح الخشبي والطين فينا نطالعون. كوخ النساج، كوخ للنساج كمان بده أحزمة. شوفوا رجعنا على مشكلة الأحزمة. بئر والله ليكو البئر ما بده أحزمة. حلو حطاب، هلا ما بدي حطب، هلا بس ادرسي لي صانع الادوات اصدقائي بس عشان نركز. هون موضوع الثياب، هون موضوع المي والزراعه وما زراعه وهي القصص، وهون موضوع الاسلحه. فانا بصراحه هلا مركز هون اكثر شيء هون، وممكن ها ركز شوي هون موضوع الدروع وما دروع واللباس. بس هلا رقم واحد هون، بس هون بس بدي يصير معي اسلحه متخيل العالم واحزمه، اكثر شيء احزمه، لان حتى لو ما اكتشفنا دول الاسلحه صير معي احزمه اقدر اصلح هي الاسلحه القديمه اللي كانت معي ماشي الحاله. صانع الادوات تم الاكتشاف. طبعا كنت هون طالع هون اصدق عم باخذ هيك لقطات حلوه من هون. شايفين لهون شلون بتطلع
صانع الأدوات اكتمل. لا لا لا. بعد صانع الأدوات فورا على الترس، فورا 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 إلى الترس، ترس دائري، حبل، مسامير نحاسية ولوح خشبي. عندي من الكل. هلا بس صانع الأدوات خليني بسرعة حطه. هلا ما جبت حديد وما عندي فكرة حتى كيف بدي اجيب الحديد تبا. مثل ما اتفقنا أصدقائي بالنص رح يكون ال إذا أن هون قاعة القرية الرئيسية هيك هون، فبالنص هون هيك رح يكون المستودعات، على يسار الزراعة هون صانع الأدوات، معناته هون لازم نسوي عطرة. هي صانع الأدوات أول شيء من الليفل الثاني. ليكو إيش بده قصص تيطلع؟ ربيتك يا صانع الأدوات. أوه ما أكبره. أوه أنا توقعته شغلة صغيرة. العملوشة لوشة، ما هي قريتي أنا القديمة ولا رح تساوي شيء هون خالص. طب تعال نحطهم لصانع الأدوات هلا مؤقتا. مو مؤقتا والله، هون مناسب هون مكانه. هنيك الزراعة، هون التخزين، هون صانع الأدوات. لكن مدخل القرية خلينا نقول هاي صانع الأدوات، هاي المليون شغلة اللي بده إياها. طبعا راح أتركهم هلا، صار عندهم على الأقل أمور يعني شغل وما شغل. وروح أعطي شو اسمه معي ثلاث قمصان. وينهم ثلاث هي قمصان متينة؟ بدي أعطيهم لهرندين، يمكن زتيتهم هون، يمكن ماني متأكد. لا ما هون، وين حطيتهم أنا؟ يمكن هنين شالوهم ليكون ثلاث قمصان متينة. دروا على هرندين أعطيهم إياهم. أصدقائي ليش عم نفذ الزيادة مهام الهرندين؟ بصراحة بدي انتقل من الصديق للحامي ومعي نقاط تأثير كتير، فبصير فيني وظف ناس يعني أتقل بكتير من الناس اللي عندي حاليا. فوالله هذا الهدف من تنفيذ المهام أكتر شيء. يعني بس بدي انتقل مستوى اللي كل هلأتني 980 بالصديق، بدي 1200 لوصل 1200 لحتى صير شو؟ أصير حامي. عم بشتغل على هذا الموضوع. يا الله ليكو كان بده شو اسمه؟ أجزاء بده كتير قصص أصدقائي. أنا ما بعرف جايب له أنا بس ثلاثة قمصان متينة، هو هيك مهمة متكاملة يعني. خلينا نعطيها للقمصان متينة ونشوف. يا معلم يا تيودور، إيه والله سمعني وضعينه تحية الزميل، أحضرت لك بعض الأشياء التي طلبتها. حسنا، هل يجب أن أخذه؟ نعم سأحضر باقي قريبا. هل من شيء آخر بخصوص المساعدة من مع قافلتك؟ نعم. ماذا لديك بالنسبة لي يا صديقي؟ لدي بعض الأسئلة. اسأل بعيدا. هل مارك في خطر؟ أنا متأكد أن الشاب بخير، المشكلة هي أنه كان يجب أن يسلم أجزاء القافلة بالأمس وأنا أتساءل عن سبب التأخير. لك سكوت، يمكن أنا اللي ضيعته يا أبو الحلال. لماذا تحتاج إلى قمصان متين إذا كنت تبني القافلة؟ القافلة ليست الهدف المحتمل الوحيد كما تعلم. نحن بحاجة إلى شخص يحميها، وإذا كان هناك من سيحميها فهو بحاجة إلى بعض الدروع الأساسية. صحيح والله. هل تريد مساعدتي في حماية القافلة في المستقبل؟ يا لو من شخص مفيدا أنت، ولكن ليس في الوقت الحالي، أحتاج فقط إلى بضائع الآن يمكننا مناقشة المزيد من العمل لاحقا. ما زلت أعمل عليها. حسنا انطلق. أصدقائي أنا غالبا اللي مضيع عليها والله أجزاء القافلة. يا الله والله كانت معي، بس وين زتيتها ما بعرف. يعني الشيطان أو هون هدف المهمة ما بعرف، كان لازم رولا هون يعني. معقول عبادستو؟ خلينا نشوف. بدي اثنين جذع واثنين حبل بسيط لبادستو. اسم اللي رايح ورايح يعني. شوفوا شوفوا ما أحلاها. ليكو ليكو أصدقائي قاعة القرية بالعيد ما أحلاها. والله يا عمي عم صير قرية والله لك عاش عاش وربي. وخلص انا روست لهم الخيط يعني، خلص بدات هلا بقى احط لهم شغلات على البحث، شغلات على البناء، وهن بقى شو يدبروا حالهم. خلص دائما صار عندهم شغل، اعتمدت العمل. الله الله ما اقواني. شباب اعطونا جذعين بعد اذنكم وثلاثه حبل بسيط. حبل البسيط اعتقد من هون، هاي ثلاثه حبل بسيط. اعطونا كمان جذعين. حلو عندنا جذعين وعندنا ثلاثه حبل بسيط، اثنين حبل بسيط، ممتاز. بسرعه على بادستو، هيا انطلق. سهلت الحياة والله. يعني قديش صرت مادح هي تبعية السفر، وكل مرة بستخدمها برجع بمدحها، لأني عن جد ما بتتخيلوا اللي يمكن من حلقتين أنا مقضية بس رايح جاي مشي. والله مشي والله انشليت من كتر المشي. معلم 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 ماريك، مرحبا صديقي. بخصوص تلك الأخشاب والحبال هل لديكم؟ نعم هاهم. عمل جيد، اتركهم هنا وعد غدا وسأكون قد انتهيت من الأجزاء الخاصة بتيودور بحلول ذلك الوقت. وخذ هذه العملات المعدنية الممتنة للمساعدة. بعرض النور يا زلمة. نعم خصوص الأدوات التي طلبتها، كيف تسير عملية البحث لديك؟ أمل ألا تكون تلك خنازير اللعينة قد تسببت لك في مشاكل؟ ما زلت أبحث. يا الله منين بدي جيبها والله ماني عارفان. أنا بتذكر أني جبتها وبعرتها أصدقائي، رحت شو اسمه رحت ضيعتها والله ضيعتها. بتذكر كان عندي معدات بس نسيان وين حطيتها. والله عم يشتغلوا هذول على قدم وساق والله. أوه تفرجوا تفرجوا، يلا اشتغلوا حبيباتي اشتغلوا اشتغلوا. يا أخو أبو ميرو اللي عم يشتغل أنه هو صانع عندي. والله عشت يا أبو ميرو بربي عشت والله. هون كله أصدقائي صار موجود، نقلوهم كلهم، بدهم بس حدا يجي يبحث. ما في حدا يجي يبحث ليش؟ تبان أحليين أصدقائي إذا بيكون ليكو المهنة حداد يكون ما حدا فينه يبحث، يعني يكون بقى يعني له مستوى معين حتى يقدر يبحث. يا والله راح كيف إذا بيكون هيك الموضوع. لازم يقولون سووا لي مسامير نحاسية ضروري. منو المسامير النحاسية؟ مسامير 10 حاليا. كل مسمار بده واحدة من سبائك النحاس. سبائك النحاس عندي 6،
سبائك النحاس بدون خام النحاس. يا ولو اكل بيضة مين بيضة والجاجة مين جاجة. شغلني هلا بهذا الاسلوب الحمد لله. طب هلا انت حطوا لي كل شيء بده تسطيح، اعطيني المعاول قالك، او قبل المعاول هون ما فتح لي هون المعول الخاص هذا، وين وين المعول؟ بدي اصدقائي هذا المعول. انا مضطر افتح كوخ البحث عن الطعام، مضطر والله مضطر تبان، بدي كوخ البحث عن الطعام عشان بس اقدر افتح كوخ التعدين ويطلع لي معول متين عشان اقدر بعدين اجيب فيه الحديد، لانه هذا المعول عم بستخدمه حاليا عم بدفع عليه كل مره حزام وبالاخير يعني او كلب، يعني كل اختراق 20 هذا الاختراق 30، غيرين اصدقائي قديش هذا اقوى من هذاك، فيعني ما محرزه والله صلحوا لهذا. لا والله ما محرزه. طيب اصدقائي انا راح اتوقف هون، كثير تطورنا بهي الحلقه، حلقه عن جد كانت كثير كثير ممتعه، يعني انا على الصعيد الشخصي وانا عم بلعب باللعبه والله كثير كثير استمتعت فيها. فهذا كان كل شيء حلقه اليوم، بتمنى من كل قلبي ان نالت اعجابك. اذا ما انك مشترك بالقناه اشترك بالقناه مشان تم عم توصلك هي الحلقات من هي اللعبه او من العاب ثانيه، وتحياتي.